اقدم لك عش 8 بيور استيراد بالشهادة، هقدمها لك بسعر اقل من سعر المحجر، لا سعر النص بالنص بفضل الله ونعم بالله. معلم محمد هقدم لك دبابة بفضل الله معوش لثمان شهور ان شاء الله، بيور دم حر فلسطين ابيض واحمر استيراد بالشهادة بتاعتها يا صبا عمر. اللهم صل على سيدنا النبي. كل من كان في قلبه من جوه ذرة حب لربنا فوق، لربنا فوق ولسيدنا رسول الله، يوميا معايا عروض اشكال والوان، يشاهد المدرعه دي يدعم صلاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يدعمنا بلايك وشير وتابعه في القناه، كل يوم عندي دريلات من دي جديده. الشاب ده الموسم الكام؟ الموسم الثاني يا باشا كسره 6 سنات. بجد يا جماعه طبعا احنا بنكون عارضين لكم سلعه زي كده، بنكون احنا منبهرين ومفتخرين جدا، لان الهولشتاين الاحمر طبعا من نادر وجودها، وطبعا عجله استيراد يا زاب عمر بالشهاده، تحليلات سل بروسيلا، تحليل جنسي ماشي، اي تحليلات بفضل الله انا عامل التحليلات دي كلها. الموسم الكام دي؟ الموسم الثاني يا باشا كسره 6 سنات. الموسم الثاني جاي في بطنها دي اللي في بطنها، ده الموسم الثاني 6 سنات العجله ديت، كسره 6 سنات عجله لسه. اللهم صل عجله استيراد طبعا، استيراد بالشهاده تمام بالشهاده بتاعتها. مش هنقول لك دي ثمنها 200,000 ولا حتى ب 150 ولا حتى ب 120 ولا حتى ب 110,000 راح فين؟ ولا حتى ب 100,000. لا الكل يدعمنا بلايك وبشير متابعه في القناه، هقدم لك كل يوم من ده جديد. تعالى كده يا زب عمر صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من كان في قلبه من جوه ذره حب لربنا فوق يدعمنا بصلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، جايب لك مزرعة كاملة متكاملة يا صاحب عمر. اللهم صل على سيدنا النبي. وهنا أول ورود معايا 10 تفاحات، العشرة دول عامل لك عليهم عرض وخصم هايل، وأقدمهم لك ب 120,000. 5 تلقاحات إيطالي وخمسة طبعا من أوفي، العشرة ب 120,000 جنيه. ده طبعا اول مفاجاه معانا طبعا لكل متابعينا وكل حبايبنا، يا ريت طبعا كل السنه المتابعين تدعمنا بشير وبلايك وتصلي معانا على سيدنا النبي، علشان طبعا ال10 جاموسات دولت على مدار السنه ان شاء الله يبقى عندك 10 شبات جاموس ارخص من سعر جاموس والده. ال10 عاملين كام يا معلم حماده؟ 120,000 يا مدير، فيهم 5 عجلات خليط ايطالي، عجلتهم لوحدها احسن من 15,500. اللهم صل على سيدنا النبي. الخمسه التانيين المنوفي، واللي عايز عجله واحده من العرض هبيع له، واللي عايز ال 10,000 بركه عليه. الله يبارك لك روح يا معلم. اللي بعده هنا معايا 10 ذكوره من النوادر. اللهم صل على النبي. ال 10 دول هقدمهم لك بسعر 10 جديان. بكام ال 10 دول يا معلم حمام؟ ال 10 دول عامل لك عليهم عرض وخصم هديه مني لعيون الساده المتابعين، بعد ما الكل يدعمنا بلايك وبشير متابعه في القناه، كل يوم عندي مفاجات جديده للساده المتابعين. الله يبارك لك روح يا معلم، لان بفضل الله عروضنا ما بتستناش، ما بتقعدش ساعتين اتنين معانا على اللايف. اللهم صل على النبي. العشره دول عامل لك عليهم عرض وخصم هايل، وهقدمهم لك ب 115,000 يا زب عمر. العشره عاملين كام؟ 115,000 يا باشا. 115 يعني العجل بكام؟ ب 11,000 ونص. 11,500 بكره يا جماعه. سعر جدا. اللهم صل على سيدنا النبي. هقدم لك هنا 10 جاموسات بسعر 10 خرفان. طبعا دول تريلات مدرعات، اللي عايز طبعا يفرش هنا ما شاء الله، اللي عايز ياسس جاموسه. شايفين الجمال؟ شايفين العجلات؟ معلمين دي يا زاب عمر. شايفين الدبابه ديت؟ طيب شايفين العجله ديت؟ عجلات بمعنى الكلمه. الله يبارك للمشتري، الله يبارك لصاحب النصيب. دولت العرض عباره عن كام عجله؟ 9 تفاحات يا زاب عمر. 9. اللهم صل على النبي. 9 درجه اولى نمبر 1. اعمار طبعا كبيره زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم، من 5 شهور اقل عجله فيهم، اكبر عجله فيهم بنت 6 شهور. عجلات فلاحه يا جماعه ما شاء الله تبارك الله بالالوان الطبيعيه، عجلات طبعا واكله ما شاء الله، الرقبه طبعا الجميله، الديل الطويل جدا حاجه، الديل وصل للارض طبعا زي ما انتم شايفين، عجلات عظم طبعا حاجه ما شاء الله. الله يبارك للمشتري. شايفين العجله دي عامله ازاي؟ بكام يا معلم حمام ال 10 دول؟ 9 دول عامل لك عليهم 9 دول وخصم هايل لعيون الساده المتابعين، وهقدم لك متوسط سعر المدرعه من دول
19,500. اللهم صل على سيدنا النبي. دول التسع جاموسات ربنا يبارك لنا دخلهم بيته ومزرعته. عنواننا طبعا عملها رقم تليفوننا. عنواننا المنوفيه. المنوفيه. اوسنا. قرية عرب أبو ذكري معرض الحاج حسن أبو الحاج للسلالات بفضل الله. رقم تليفوني طبعا يا باشا 010 980 4 998 يا زبون. العجلات ده يا جماعة طبعا رز طبعا المشتري عجلات نمبر 1. الله يبارك طبعا لدخلهم بيته أو مزرعته. تعالوا بنا نشوف طبعا بقى الايه المفاجاه اللي بعدها. قنبله العرض كلها يا زبومه. عروض بفضل الله النهارده اللي يفوتوا اي عرض من العروض اللي انا بقدمها دي هيبقى خسران كتير جدا، لان انا بقدم لك العجله بسعر جدا. الله يبارك لك يا معلم. هتطلع جاموسه اخر السنه بما يرضي الله. اللهم صل على سيدنا النبي. دولت 25 راس. 25 25 راس 15 ذكر و10 اناث. اللهم صل على النبي. باين فلاحه يا جماعه زي ما انتم شايفينه قدام حضراتكم. بهم طبعا كلها قديمه ما شاء الله تبارك الله. الفلاح يا عم ابو عمر العجل عامل ازاي؟ اللهم صل على النبي. الله اكبر. العجل هنا عامل ازاي؟ حاجه طبعا بتحكي عن نفسها. الله يبارك لصاحب النصيب. احكام كبيره كلها الظبط. 10 نتايات و15 ذكر ذكر. ال 25 دولت يا زب عمر عامل لك عليهم عرض هديه مني للساده المتابعين. الالات الفلاح الشعار اللي قدامك دي عجلات طبعا 10 نوت يا جماعه طبعا فيهم فلاحي ما شاء الله. والذكوره طبعا زي ما انتم شايفين القرون القرن اللي طلع كبير اهو. يعني ده عجل قديم يا جماعه. قرن العجل اهو دماغ العجل فتحه العجل من ورا الشاسيه طبعا. النتايج اللي فيهم عامله ازاي؟ الله اكبر. اللهم صل على النبي. صل على سيدنا رسول الله. شوف العجلات النوتي بقى 10 نتات فيهم طبعا ضرب نار. وطبعا 15 ذكر فلاحي اعمار كلها كبيره زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم. يعني معانا الذكر ادي النتايج يا جماعه زي ما انتم شايفين فلاحي. وهنا الذكوره الفلاحي. وده ذكر كمان كابتن ماشي كابتن. وكام بقى ال 25 دول يا معلم؟ 25 دول يا زبون. اللي عايز ال 10 نتات شغال، اللي عايز عجل واحد شغال، اللي عايز ال 15 ذكر ماشي. من اي عرض هبيعله عجل، من اي عرض هبيعله، عايز خمسه هبيعله، عايز 10 هبيعله، اللي عايز عينيا للساده المتابعين. تسلم عيونك يا معلم حماده. ال 25 دول عامل لك عليهم اوكازيون عالمي، واقدم لك ال 25 راس دول في قلب بعضهم متوسط 15500. متوسط طبعا في بعضهم 15500 يا مدير. ذكر في النتات كل العرض شامل بعضه. ذكر في انتهى على 15500 زبون. 15500 جنيه. اللهم صل على سيدنا النبي. ما شاء الله. الله يبارك للمشتري. الله يبارك لصاحب النصيب. طبعا الانات فيهم يا جماعه ما شاء الله تبارك الله. والذكور كمان يعني ما شاء الله حاجه بتحكي عن نفسها. ربنا يبارك. تعالوا نشوف طبعا الايه اللي بعده. يا ريت يا جماعه طبعا كل متابعينا كل حبايبنا عايزين لايكات حلوه لو تكرمتوا. لان اللايك ده بيوصل الفيديو لغيرك. اللايك ده اللي انت بتعمله يا باشا بيوصل حضرتك الفيديو لغيرك. وطبعا كل اللي بيدعمونا بلايكات الكل طبعا بيظهر معانا وكلكم على دماغ من فوق. وده شرف كبير لينا يا احلى واجمل متابعين في الدنيا. ست تفاحات خليط ايطالي من العالي. الستة دول عامل لك عليهم عرض وخصم هدية مني لمتابعي قناة مزارع الحاج حسن ابو الحاج من داخل مصر ومن خارج مصر واخواتي المقتربين. الستة دول عامل لك عليهم عرض بخاص على 18500. كم؟ 18500. 18000 دولت سعرهم هدية مني للسادة المتابعين. اللهم صل على النبي. سعرهم هدية مني للسادة. عجلات كلها قديمة يا جماعة فلاحي ما شاء الله تبارك الله بالالوان الطبيعية. 18500 المتوسط هنا يا جماعة. الله يبارك للمشتري. الله يبارك لصاحب النصيب. صلى على سيدنا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. كل من كان في قلبه من جوه ذرة حب ربنا فوق يدعمنا بصلاة النبي محمد. صلى الله عليه وسلم. هنا معايا أربع أناتي بيور دم حر وعليهم ذكر طلوقة في قلبهم سمنتال بيور دم نقي دم حر. اللهم صل على النبي. الخمسه دولت عامل لك عليهم عرض وخصم هديه، واقدم لك الخمس تفاحات دولت في قلب بعضهم متوسط سعر تفاحتهم ذكر فنتايه. الاعمار نقدم على الحمام. 30500 زبون. الاعمار نقدم على الحمام. الاعمار ثلاث حالات الكبار اللي عندك دولت اعمار ست شهور يا زبون. تمام. ومعاك واحده سويسري اصغر عجله فيهم دي
بنت 5 شهور. اللهم صل على النبي. ودي سعرها الواحده 35000. انت قلت لي بقى العرض بعد الشغل بعده بكام؟ 33500. 33000. التفاحه دي يا زب عمر، التفاحه دي يا باشا، دي سعرها الواحده 35000 السويسري البيور الدم الحر. اللهم صل على النبي. دي بتنباع يا زب عمر النهارده بنت يوم، بنت يوم ب 25000 بنت يوم ان شاء الله. دي سويسري بيور دم حر سلالة نادرة. العز طبعا يعني يأسس بمرد لا سلالة، عجلة جايبة شلش طبعا وفتحة وجمال. وطبعا الذكر يا جماعة معانا ما شاء الله تبارك الله عليه. الأنات طبعا متوسط انا معلوحة الخمسة فات بعضهم على 33500 يا صاحبي عمر. 33000. واللي هياخد العرض ده هيدعي لي بمرد الله. واللي عايز طبعا عجلات تحت العشر متاح معانا جميع الكميات. عندي أي كميات في العجلات اللي تحت اللقاء. نشيلها في عرض الفريلا ديت. يلا عشان ما تقولش على المتابعين. تم بسم الله ما شاء الله ما شاء الله بسم الله. والله يا عم حامد مسميين بسم الله. انا مسمي بسم الله بس يا ريت طبعا المدرعه دي سمي بسم الله. اللي شاد التريلا دي معانا سمي بسم الله حتى على الفيديو بقى معانا. بس اكتب بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. ربنا طبعا يحميكي لا دخلك بيته او مصدعته. طبعا يا جماعه الماشيه زي ما انتم شايفين اهو الرجول سليمه جدا، مفيش فيها اي عيوب خاليه من العيوب. 4 حلبات من تحت زي ما انتم شايفين اهو. مفيش طبعا معلم حماده الضمانات، الضمانات عشان العشر ثمانيه ضمانات العجله بفضل ضمن اول حاجه ربنا ضمن ربنا. عشر 8 شهور تستلم مني تحليل صلو بروسيلا تعالى حل تمام. افتح السن ده انا بفضل الله بتفتح سن كسر السنات تمام. وانت انا بفضل الله بتشتري من ارض ثابته شهاده بالشهاده بتاعتك طبعا ماشي بالشهاده بتاعتك مش الشهاده تمام. انت هنا الحمد لله احنا كلمتنا مع يعني شهادة البيمة ديت يا جماعة طبعا بالأرقام، بأرقام الدبل، الدبل اللي فودناها دبل الاستيراد زي ما انتم شايفين كل حاجة طبعا. الركب يا جماعة اللي فودناها هيبقى في الشهادة متوسط طبعا حلبة كام طن في السنة القماية زي كده. بهيمة ما شاء الله تبارك الله من نادر وجودها. عجلة هولشتاين احمر في أبيض طبعا. المركبة يا جماعة اللي بيبقى فيها 100 بقرة بيبقى فيها طبعا بقرة أو اتنين من نادر الوجود اللي زي كده. يعني دي سلاله نادره جدا جدا. عجله هولشتاين احمر في ابيض يعني الاميه سمنتال الاب هولشتاين يعني ادران لبن عالي بنت لبن عالي. استاذ ابو عمر صلى على سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم قسما بالله انا عايز اخدها لبيتي واخليها لبيتي. بس انا قلت مش خساره في عيون الساده المتابعين، مش خساره في عيون الساده المتابعين. دي والده من اللي بتنباع ب 200000. اللهم صل على النبي. المكسب السريع اللي بيقولوا عليه. طبعا يا جماعه العجله الاستيراد النهارده بتحكي معاك طبعا معديه ال 150 اللي هي بالشهاده. ولا غلطان كده يا معلم حماده؟ دي انا عامل لك عليها عرض اوكازيون عالمي ودي المكسب السريع هقدمها لك النهارده زي ما قلت لك مش ب 180 ولا ب 150 ولا حتى ب 100000. دي عامل لك عليها عرض خصم هديه مني لمتابع قناه مزارع الحاج حسن ابو الحاج فقر. عشان انت هنا في ارض المصداقيه بفضل الله هقدمها لك على 99500. صلى على سيدنا رسول الله تكسب كم؟ 99500. الشلشول بتاع العجله اهو لسه هتجيب ورا من الولاده يا باشا لسه. اللهم صل على سيدنا رسول الله. اللهم صل على النبي. واسلم فيها لبن بفضل الله فوق ال 40 كيلو. واللي هياخدها انا معاه ضامن معاه لبعد الولاده والضامن ربنا فوق. ونعم بالله معلم حماده. واحد ما وصل على سيدنا رسول الله 99000. 99500. فين الرجاله اللايكات بتاعتكم يا رجاله؟ اللايكات طبعا. لو عجبك الفيديو دوس معانا اعجاب ما تغرمش حاجه. لو عجبك الفيديو سمي معانا بسم الله صلي على سيدنا النبي. يا ريت طبعا الرجاء كله يجمع معانا في صلاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. معلم حماده بجد انا بحييك. تحياتي ليك طبعا. تحياتنا ليك يا معلم حماده عمر وكل متابعي قناه مزارع الحاج حسن ابو الحاج على دماغي من فوق. وبنشكركم والسلام عليكم. اللي عايز طبعا هي كميات العجلات اللي تحت العشر متاح معانا يا باشا. اللي عايز عجلات بيور دم حر تحت العشر عندي هولشتاين سمنتال براون. عجلات عشار استيراد بيور اول موسم برضه متاح عندي اي كميات بفضل بالشهادات برضه. بالشهادات يا باشا هبيع بالشهاده بفضل. طب رقم تليفونك بقى قبل ما نخش. رقم تليفوني يا ابو عمر 010 980 4998. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالله عليكم يا جماعه طبعا اذا عجبك معانا الفيديو دوس معانا اعجاب. لو عجبك الفيديو دوس معانا اعجاب.
ما تنساش ما تنساش ما تنساش ما تنساش بالله عليك تصلي معانا النبي عشان ده مال عشان ده مال ربنا يستر عليه. بشكركم على حسن سماعكم معانا. يا ريت طبعا يكون الفيديو نال اعجاب نال اعجاب حضراتكم. يا ريت طبعا الفيديو يكون نال اعجاب حضراتكم. معانا استرلات طبعا من النوادر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.